لسه طالعين بقى ايه من ثوره اللي هو كان 30/6، والنهارده الجمعه يوم لطيف كده وخفيف دايما في نهارك سعيد، بنحاول ان احنا نخفف شويه الضغط، فاكيد لازم نسمع مزيكا، نسمع صوت حلو، نسمع غنى، يعني نحاول ان احنا ايه ناخد ريلاكس بقى شويه. يعني الناس اللي قاعده كانت بايته في الميادين المختلفه في جميع انحاء الجمهوريه قاعدين اكيد بقى في البيت، فمش عندهم استعداد ان هم يتكلموا في السياسه اكتر من كده. نسمع صوت موهبه جديده، ضفنا المطرب الشاب احمد رأفت. صباح الخير يا احمد. صباح الخير احمد. صباح الخير واهلا بيك معانا النهارده في نهارك سعيد. قبل ما نسمع حاجه خلينا نعرف الناس بيك اكتر. مين احمد رأفت؟ بتغني من امتى؟ ايه الحاجات اللي انت عملتها؟ يعني خلينا نعرف عنك حاجات اكتر. والله احمد رأفت عادي جدا، بغني من حوالي 9 سنين، خريج علم نفس جامعه عين شمس، دارس مزيكا في الجامعه. اوكي. غربتها في الجامعه يعني، ما درستش بره. حلو. فكرت انك تعمل حاجه لنفسك ولا لسه مجرد الموضوع هوايه مثلا؟ لا، انا عملت حاجات اوريدي سنجل على النت، بس في حاجات برضو نزلت قريب كده في البوم فالنتاين هيتس كان مع بوز برودكشن. اوكي. نازله في فالنتاين. يعني كلها لسه مشروعات، لسه في البدايه، لسه بتبتدي مشوارك. ابتديت بس من الجامعه وابتديت تنزل بس على الانترنت. رد فعل الناس على النت، رد فعل الشباب البنات على الانترنت؟ والله الحمد لله يعني بتجي لك ردود افعال كويسه. كويسه الحمد لله. طب الحمد تمام. لله. طب احمد، ما تيجي نسمع الناس بقى شويه طرب كده شويه؟ تحب تغني ايه؟ تقول ايه؟ ممكن اقول حاجه وطنيه كده بمناسبه الثوره الجميله اللي احنا فيها دي. اتفضل. عشان بحبك لازم يا مصر في غيرتي اكون مجنون، وازاي اغير ياللي انت عاشقك 80 مليون، واكتر من 80 مليون في صلاة في جمعة وشمعة ولع في كنيسة دافية عشقين ترابك، حتى الغريب لو جه وزارك حابب يقعد لك ويدق بابك، في صلاة في جمعة وشمعة ولع في كنيسة دافية عشقين ترابك، حتى الغريب لو جه وزارك لازم يقعد لك ويدق بابك. جميلة قوي، حلوة قوي. مين اللي كاتب كلماتها؟ مين لحنها؟ دي كلمة شاعر اسمه حسن، لحن حسام البجرمي، بس حاجة لسه برضه هنظبطها إن شاء الله. دي لسه المفروض هتتصور مثلا أو حاجة؟ هنبدأ نشتغل فيه بإذن الله نخلص. أحمد، وأنت عمال تتكلم على مصر وعلى نيلها وعلى المسلمين وأقباط، كنت بتفرج على المنظر الجميل اللي في الدور 27 من الاستوديو بتاعنا ده. أنت نزلت الميادين اليومين اللي فاتوا دول ولا ما نزلتش؟ أكيد طبعا، كنت في الاتحادية التلات أيام اللي فاتوا دول. كنت على طول في الاتحادية. وأنت في وسط الجمع الكبير ده اللي إحنا ما شفناهوش حتى في أيام ثورة 25 يناير. فعلا. كان احساسك ايه كده في وسط الناس وفي وسط الجماهير؟ والله انا هقول لك على موقف كده حصل برضو. كنت مخلص شغل بدري وبكلم اصحابي، بس ما عرفتش اظبط انسق مع اصحابي يعني ان احنا ننزل كلنا. فنزلت لوحدي اليوم ده في الاتحاديه، بس حسيت فعلا ان انا مش لوحدي. فعلا حسيت من الناس اللي حواليا والناس اللي بتحب البلد دي، فعلا حسيت ان انا مش لوحدي فعلا بجد. احمد، قول لي يعني انت شايف ان كل الشباب مطلوب منهم ايه النهارده؟ انت شاب مصري بتحب تغني، عندك حاجه ان شاء الله ربنا يوفقك فيها، شايف ان كل شاب مصري بيحب يعمل حاجه، او شايف ان كل شاب مصري بلده النهارده محتاجه منه ايه؟ بلده محتاجه منه ان هو يجتهد عشان يعرف يوصل اللي هو عايزه، يركز في مستقبله، يركز في حاله، بلاش نشغل بالنا بناس تانية، بلاش نشغل بالنا بأفكار تانية، نركز في حالنا الأول بحيث ان احنا نوصل لحاجة في حياتنا. ان كل واحد يبقى ما بيبصش لغيره، يبص لنفسه، يبص لنفسه ويحسن من نفسه. صح؟ تمام. طيب انا يعني مشتاق ان انا اسمع اكتر غنى، واكيد المشاهدين برضو محتاجين غنى اكتر. خلي الناس تعرفك اكتر. كمان خلاص ممكن يعني احنا بنرغي انا ورانيا كتير بقالنا كذا سنه في البرنامج ده بنقعد نرغي، انما بنديك فرصه انت بقى عرف نفسك اكتر يعني وغني اكتر. في اغنيه بحبها جدا
اللي محمد حماقي ام الدنيا. هي فعلا ام الدنيا. تمام. جميله الاغنيه دي، فممكن نقول منها. يلا اتفضل. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني تقال، في حبيبتي وكفى، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني تقال، في حبيبتي وكفة، انا مصر حبيبتي، انا مصر حبيبتي في كفة وكل الدنيا في كفة. ام الدنيا مين، ولا في زيها فين، بلدي في حباب العين، لقوا اكتر من كده، دي بلد عم نجيب، زي والوسمة والعندليب، دليدة وبلغ والخطيب، وناس كتير جامدين كده. هم كل المصريين جامدين بصراحة. في طيارات حوالينا يا جماعة، طيارات هليكوبتر ورا خلفية دلوقتي مليانة بالأعلام وحاجات لطيفة جدا جدا جدا. ما أعرفش لو كانت موجودة، يا ريت ممكن الكاميرا لو ممكن، لو أمكن، لو عرفنا ممكن تجيبها، مشهد حاجة لطيفة في منتهى الروعة الحقيقة. جميل جدا. أكيد هيكونوا مستمرين أفتكر بعد صلاة الجمعة يمكن كمان، لأنه في ناس كتيرة جدا نزلت تحرير النهاردة بعد الجمعة، فأفتكر هيكون في عرض جميل النهاردة كمان إن شاء الله. كان في طيارات لطيفة أوي، طيارات بتعمل أشكال حلوة أوي، عرض حلوة أوي أوي أوي. تحية كبيرة جدا للقوات المسلحة المصرية يا جماعة جداً. بجد يعني حقيقي احنا بنحب جيشنا بشكل كبير قوي. الجيش طيب. حاجة عظيمة طبعا. أحمد قول لي بتفكر في إيه بقى؟ إيه اللي أنت عايز تعمله الفترة اللي جاية؟ والله الفكره بس ان في البروجرام انتشرت قوي في الوطن العربي، برامج اكتشاف المواهب. يعني تقصد ايه رايك فيها؟ صحيح يعني جت علينا فتره كده معينه كانت كل القنوات الفضائيه برامج اكتشاف مواهب. هي حاجه كويسه طبعا، وبتقرب الناس وبتسهل على الناس كتير يعني الفرصه. فانا الفتره اللي فاتت كنت في الجيش فعلا، فما عرفتش اقدم في اي حاجه. اوكي. خلصنا الجيش الحمد لله، فبفكر بقى الفتره الجايه ان شاء الله في كذا برنامج قريب باذن الله. في الدورات اللي جايه بتاعته انك تحاول تقدم فيه. حاسس ان هي فعلا ممكن تكون بتفرق بشكل كبير مع الموهبه اللي بتتقدم لها. اكيد بتفرق، بس اللي يستغل الموضوع صح بعد البرنامج يعني. يعني يعني هي هتفرق في البرنامج، وهتفرق ان الناس كلها هتشوفني والناس كلها هتعرفني، بس الفكره بعد البرنامج ممكن اعمل ايه، ممكن اقدم ايه عشان احافظ على المستوى اللي انا كنت عليه. ما هو انا يعني بيتهيالي انه الشاب اللي او الشابه اللي بتكسب في المسابقات دي او البرامج دي، بالك ما هو انا مش هعمل حاجه غير لما يكون في حد فعلا بيعمل لي سبونسر للي انا بعمله، او في ستار ميكر بقى، في ناس بتدعم الموهبه يعني، في ناس بتشتغل عليك، لانه برضو السوق الغنائي افتكر برضو مختلف يعني. في ناس كتير جدا ممكن تبقى موهوبه قوي يا اشرف، بس محتاجه سبورت، محتاجه ناس تشتغل عليها، محتاجه ناس تختار لها مظبوط وتشتغل عليها مظبوط في دعايه، وتشتغل عليها مظبوط في التصوير، وهي دي صناعه النجم. صح. يعني الخمس سنين، صناعه النجم. الخمس سنين الخبره اللي انت يعني كنت بتقول لي من شويه انك انت بره الحلقه، يعني خمس سنين، بقالك خمس سنين مركز في الموضوع. مضاربه كده واكتر من خمس سنين كمان برضه مركز. في خلال الخمس سنين دول اكيد اتعرضت لمواقف مختلفه، اذا كانت بتدعمك او كانت ضدك شويه، او كان في مشاكل، او في ايه اللي انت واجهته في خلال الخمس سنين دول؟ في احباطات كتير طبعا بتقابلك، بس هتلاقي على قد الناس اللي بتحبطك على قد الناس اللي بتشجعك وتقف جنبك. حلو قوي. بس انا في ناس كتير قوي وقفت جنبي، وفي ناس لحد دلوقتي واقفه جنبي، وفي ناس مش مهتمه خالص بالموضوع، يطلع ما يطلعش، مش مصدقينك، مش حاسين ان انت ممكن تكون، مش في بالهم، مش مهتمين بالموضوع. بس لكن في ناس بقى مدعمه ليا فعلا. زي مين؟ مين اكتر ناس بتدعمك يا احمد؟ يعني ده اهلي، ابويا وامي طبعا اكيد، معترفين جدا بموهبتك ومصدقينها جدا، واخواتي طبعا، كل العيله عندي يعني مطرب العيله. بس طب بما انك انت بقى في مجال علم النفس، لو جت شركه انتاج قالت لك احنا شفناك في نهارك سعيد يا باشا، وبرنامج مش هيقولوا لك يا باشا بالك، واحنا هننتج لك يا معلم،
ولا هيقولوا يا معلم برضه عشان انت بخبرتك وفي مجال علمك يعني ودراستك موضوع علم النفس، المفروض انك انت تعمل ايه واحنا طالعين من الفتره اللي احنا فيها دي في مصر من ناحيه الانتاج الفني ولا من ناحيه ما هي الشركه جت حاجات قالت لك انا هنتج لك تمام هنتج لك البوم، من خبرتك انت في علم النفس ناوي تختار كلمات عامله ازاي؟ ناوي تعمل مثلا ممكن تختار تقدم حاجه عامله ازاي؟ هتقدم ازاي؟ هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تمشي مع الحاله او المود النفسي للشعب المصري حاليا. الاول فتره دي حاليا يعني انت هتلاقي كل الناس بتعمل اغاني وطنيه، هتلاقي كل الناس مركزه في الوطنيه ومركزه في اغاني مصر، فدي حاجه طبعا كويسه، واكيد طبعا ده اكيد الفتره دي ممكن الواحد نفسه يعمل حاجه لمصر، يعني هو الالبوم حتى لو كله لمصر مش مصاره فيها يعني طبعا، فاكيد هيبقى فيه تنوع واكيد هيبقى فيه اغاني وطنيه واغاني دينيه بمناسبه رمضان. كل سنه وانت طيب. طيب. بتسمع مين يا احمد؟ بتحب مين من المطربين؟ والله انا بحب في الناس القديمه يعني عبد الحليم طبعا، عبد الوهاب، الناس القديمه كلها يعني اللي موجود دلوقتي. مين بتحب مين بيعجبك حاليا؟ انا بحب محمد حماقي طبعا بما اني غنيت له. حلو. بحب عمرو دياب اكيد طبعا. انا سمعت ان المطربين هيعملوا حفله في الاستاد، مطربين كتير من المطربين اللي كانوا مش موجودين يعني الفترات الصعبه اللي احنا كنا بنمر بيها، هيعملوا حفله في الاستاد مجاني للشعب المصري كتير منهم. تسمعت الموضوع ده؟ والله دي تبقى حاجه لطيفه يعني حاجه جميله. انا سمعت. خلينا نرجع بقى الفن شويه. ايوه. ونرجع الرياضه بقى. أيوة. شويه ونرجع بقى الحياه الطبيعيه بتاعتنا. أيوة. احنا مفتقدين فعلا الرياضه شويه، مفتقدين حاجات كتيره جدا. ايه اكتر حاجه افتقدتها يا احمد الفتره اللي فاتت كنت زمان بتشوفها وبتعملها والفتره اللي فاتت ما كنتش بتعملها؟ هو اكيد طبعا مفتقد الفن بشكل عام مفتقد طبعًا. الفن طبعا مفتقد الكوره طبعا يعني. بتحب الكوره جدا طبعا؟ اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. زملكاوي. طب يا احمد لازم نختم معاك دلوقتي وقت الفقره انتهى الحقيقه. طب نسمع بقى غنى احمد اخر حاجه نختم بيها. اخر حاجه خلينا في حاجه مش عشان انت زملكاوي، ده عشان الفقره كمان. مش الفقره ده برنامج كمان. اتفضل. ممكن اقول حاجه ليا نزلت في الفالنتين؟ اتفضل. اللحظة دي يا حبيبي هتكون عيد هوانا، هفضل حبيبي افتكرها مهما عمري طول، اوصف بايه احساسي بيك ده في يوم لقانا، لو قلت فيك مليون بحبك برضو هفضل اقول، مش ممكن انسى يوم ما جه وقلبك ناداني، خلاني من جوايا ابقى حد تاني، ما هو ده الحب اللي قالوا عليه حبيبي زمان، كان قلبي يسمع عنه ويقول لي ده بس كلام، ما هو ده الحب اللي قالوا عليه حبيبي زمان، بقى قلبي شايفه فيك وحاسه في كل لحظة كمان. الله حلوه. انا بحب الاغاني دي. اغنيه فالنتاين بس ممكن تمشي بقى مع برضه حب مصر يعني. ايوه جميله قوي. هعمل معاك دويت قريب في الالبوم الجديد. دي كلمات منذر الحاني. حلوه قوي قوي. استاذ احمد الفنان الجميل احمد رأفت نورتنا وشكرا جزيلا ليك، وتجي لنا ان شاء الله تاني تكون حققت اكثر واكثر نجاحات باذن الله تعالى. ان شاء الله. ربنا يوفقك. بنشكرك. انا بشكرك جدا. مشاهدينا دي كانت اخر فقره معانا النهارده في نهارك سعيد. يا رب يكون يوم سعيد علينا وعلى كل مصر. يا رب كل الناس اللي نازله النهارده تحرير او اي ميادين تلتزم بالسلميه، تاخد بالها كويس جدا. الشعب المصري في ايده الجيش وفي ايده الشرطه، بس احنا كمان لازم نحمي بلدنا واحنا كمان لازم ناخد بالنا منها. وخصوصا يا رانيا انه في مسيرات للاخوان المسلمين النهارده او بيدعوا لمليونيه للاخوان المسلمين، من حقهم طبعاً يعبروا عن رايهم بكل حريه. من حقهم ان هم يقولوا اللي هم عايزينه، من حقهم يمشوا في الطريق اللي هم عايزينه.
زي ما كان لينا الحق ان احنا نقول ونعمل المسيرة اللي احنا عايزينها بدون ما نتعرض لهم، بدون ما نقول لهم انتوا بتقولوا ايه خالص. عايزين نلم الشمل بقى وعايزين نرجع كده كلنا زي زمان مصريين مع بعض، والناس كلها مش فارق معاها انت مسلم ولا مسيحي، انت سلفي ولا اخواني، انت كبير ولا صغير، انت ست ولا راجل. مش هي دي القصه، القصه اللي اكبر من كل الكلام ده هي مصر. تحيا زي الفل. تحيا مصر. تحيا مصر.